السلام عليكم، كيفك؟ وش الاخبار؟ تمام. جبت لكم اليوم مقطع جديد. اسمه مقطع اليوم ميمز. عندنا شيء بندخل سيرفر فواز وناخذ ميمز ونسوي عليه رياكشن. بس قبل ما نبدا المقطع اسال لكم اشتراك في صندوق وسط طبعا عليه كم تبع عليه استبعاد صلى النبي. ليتس جو نبدا المقطع. استغفر الله العظيم. ما ادري من الشبكه ولا انت غالق الجوال، كل ما عليك اتصل يعطيني تعذر الحصول. اذا من الشبكه عليها برفع قضيه في الحال، واذا صرت لي 40 ساعه بس الشيء حكينا بس لا انت هطف، انا مو مثلك، انت هطف. هذا مصعب وبدي اطلق اثنين بالحياه والله العظيم. يخرب بالكعب انهم مش لطيف مره ذا الاثنين قسما بالله. مستر فيفا بعد ما زرف فلوس بندري طبعا قالوا انه اللي كان يسوي اديت او كان يشتغل إدارة أعمال بندريتا وزرفه بالفلوس، يقولون إنه مستر فيفا ما وضح عليه بندريتا. ريال موني 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 ألف ريال حبيبي. شوف 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 ها وش هذه؟ هذا ألف ريال موني 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 موني. يا أخي مستر شنب والله العظيم معلم ثاني أقسم بالله. أنا والبر سلاحنا في النوايب ندمر قواكم. شوف هذا البس اشنا من ولد عمي قسم بالله، داخل بعد ما خلطوا مظاهر وخلطوا. استغفر الله، وجه ضحك لما علق. هذا ايمن، هذا اكثر شخص مبدع في التيك توك اقسم بالله. كثير تجيني اسئله، افكارك رهيبه، كيف تكتبها؟ اول شيء والله العظيم انه رهيب مره هذا ايمن. يلا خلاص ايش باع عمر سليمان لا كذا تقوى الله. عمر شوف واحد براس استغفر استغفر الله العظيم. حمار انا عندي عندي وايد بس انت سبيشل والله ضحكته حلوه. انت كسر نجمه جوجل عشان تتاكد ان عالما من علماء المسلمين تحول نصرانيا. Then I asked him that okay have you ever heard before or now in the past or present that one of the great scholars of Islam has left Islam and gone to another faith. He said no. Then I said why. قال لا فقلت لماذا. هذا مترجم مره مو بطاطا، يترجم حرفي. سلام عليك ابوك ورحت تلعب مع اخويا. هنا تجي زقه مره ينزق بجوك. شباب انا بالنسبه لي لو بيضربني احسن من انه كل خمس دقائق يعيد الكلام نفسه، لا اضربني. مستجدين بدون سبب. فكس مالتك. ايه. حمار انت حمار؟ منو قام يحطنا كالفراولة 2019؟ حمار ولا قبي؟ لحظة ألو فطوم ترى راس أمي يحبك والله. هذول مستجدين في أي شيء، في كل شيء، في كل شيء. هذا حتى في الشيش تلقاه مستجد. يا جميل أرحم أمك، أبغى حل. شوف الطار كيف يا عيال، الطار مقشر. إيش فيه؟ مرة معدوم، أبغى حل ما أدري، بدون تغيير طار. فما أدري كيف، اللي يعرف يا شباب يفيدنا والله يا عيال، لأن الشكل مرة مخرب. شوف مشكلة كيف. السيارة توها جديدة يا أخي. أيوة ما شو ما مشاها كم، يعني 200,000 باقي جديدة السيارة، فما ما ودي أغيره. لاقى فيكتوريا. شوف أمك أبغى حل. شوف الطار كيف يا عيال، الطار مقشر. إيش فيه؟ مرة معدوم، أبغى حل ما أدري، بدون تغيير طار. فما أدري كيف أسمع بالله. كانت لحق بسفينة. أكره فيكتوريا أنا مرة أكره.
تحتاج تفضفض وعند كافلة معك من عفلة. أقول لها تقول لا ليه ما قلت لها تجيك من الساعة 12؟ قالت لي ما أقدر أدق، روح للإدارية. أروح للإدارية تقول لي إيش؟ لا ما أقدر أدق على أمك. طيب فوال جلوري جلوري والله مرة مرة. أنا ألعب ألعب دي عشان تكهر، أقسم بالله تكهر مرة. فأنا ما ألعب حدي فورت شيء، كسرت كيبورد بس على الأمور دوز. جاني واحد شوف شو بده. شو يا عمو تفضل؟ بدي من هذا، بقول لك أهلي بدي من هذا الكريم. من هذا الكريم كيف؟ بدك الصراحة ما أنا الحق علي، أنا لازم عرفت الكريم عشم يعني بقدر أعرفه. دار الصيدة أنا أعرف هذي، إيه بيمكن أخذ اللحشة أذوقه مثلاً أعرف طعمه. عن طعمه بعرف شو الكريم. أنا هذا الصراحة يعني ضعف مني. صح صح صح، حكمك دار الصيدة أنت أزبط بس تشوف وتعرف إيش هو. والله الغرام منطف من اهله والله العظيم. النفسيه بعد الاختبارات، انا اختبارتي مو الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي واللي بعده. انا قاعد اقول لكم الحين الخميس بالليل عشان بكره الجمعه ننزل لكم. انا مشغولين في بيت عمي، ذبحنا بيت عمي، نقرا 40 مره، نظف له البيت اول مره طلع ما يبي. طيب ايش تخلينا ننظفه؟ وبعدين خلانا ننظف لنا البيت الثاني. يمكن اذا نقل والله ما انظف لي لو ابوي يقول لي. لا اذا ابوي قال لي بدي انظف لي عشان ما اتمحط صراحه. وهذول عيالك، هذول عيالي شباب عايشين عندنا. لا عشان بيتهم ما كمل وكانوا مساكنين ما مستاجرين من حرم الله يلعنها. فضح لكم في اي شيء، اي شيء اي شيء فضح لكم فيه. لسه باقي في عمامي عن ام الحاله. يا دبليو شو وهو 1 مينيت ريمينينج. يا ثاني واحد اللي معنا يلعب ام بي 7. هلا، وش كلاس ال ام بي 7 حقك؟ مالك شغل. والله شباب انا احب الجب للبنت اقسم بالله. جيت تفضفض خويك الامريكي. You know I didn't get enough sleep last night and I don't know what to do. Okay, don't worry. I have here some coffee. Some coffee? You can drink it. شربت؟ ادريك؟ يا ولد تدري صاحي من الساعة 7. هذه فكرة اللغة الانجليزية زي العربي. ايش يا مخ اقول؟ المهم اني ناس تفهم. يا عمي انا ما نمت لي شهر اصدق اني ما ادري وش اسوي. علي مخالفات يا ولد 71,000. ولدك يا سيدي انا خدماتي موقفه. كم مخالفات؟ مليون. ذاك اليوم طبوا علينا 3 وفرشتهم. يا ابوي 3 مين؟ انا 20 ما طبوا علي معهم اسد. شوف شق ثوبي يا صار ما حالي صار. هذا ولد عمي الحين هذا 11 اقسم بالله. تقول له انا اتخانقت مع اثنين يقول لك انا 18. ما انت 18 تخانق. ذاك والله ذاك أعطيكم صورته هنا هنا. وجد تقول لكم مثلا هذا هذا. كمل. لا لا مو عندي. طبعا هو حتى شرب وما خط. لا قاعد يصير في المقطع. يا شباب رب الكعبة هطف هطف هطف. على شيء؟ سيدنا أبوي. فريق بناء يقول لنا كيف حماسك بالمباراة الجاية؟ والله إن شاء الله إيش اسمه ده؟ ندي أداء كويس وما درك ندي اسمه ده؟ يلعب كورة إن شاء الله. عمال تعال تعال تسأل مقطع لا تسأل مقطع. فريق بناء يقول لنا كيف حماسك بالمباراة الجاية؟ والله إن شاء الله إيش اسمه ده؟ ندي أداء كويس وما درك ندي اسمه ده؟ يلعب كورة إن شاء الله. اسمه ده هذاك عارف لا اذا صوره واحفظه عندي بالحاسب ان شاء الله. ايوه واسوي برزنتيشن بالمدرسه. قلت لكم هطف ضرب الكاميرا. قالت لي حسيبكم مش هينفع نكمل مع بعض. قلت لها ليه؟ قالت لي عرفت حد غيره. قلت لها التاكسي زباينه كتير. اوه ارزع شباب والله العظيم. شوف احط لكم صورته. اوكي صورته ولد عمي اثنيناتهم كانوا ذبان. اعطيكم صورته كان لابس بشت يا ارس اخوي عشان اخوه ما تزوج وكان مقهور فلبس بشت. Guys it's Mala Isaac and today I'm gonna walk into KFC and stay there until I see a black person. Let's see how long it takes. Thank you guys for watching. Make sure to like, comment and subscribe. بعص ام 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 الفكرة. انت بعد ما الوكيل فتت جوارك وتغسل يديك مصور هذا الحياة. أهلا من هذه؟ أوه يا خرابي. من هذه؟ واحد فلان
ظهر ثبات. مين هذا؟ فلان. تصور معاها؟ اوف. احنا والله كنا مؤدبين صح، نجيب جوالات معيانا وكنا نهربها وما ادري وش، ويمسكنا الوكيل بس بعمره ما فتش جوالاتنا الا اذا احد اشتكى على التصوير، ويعني كان وكيلنا ما راح بعيد، كان يقول جيبوا جوالاتنا خبيها عندي وما يرجعنا. اقرب هوشه بمساعد جوجل. وات حكم؟ حكم يو كيف بفهم علي يا اخوان؟ وان سكند ليت مي. الملك يغفر لك. وش هو؟ الملك يغفر لك. You're a weak man and not as strong as me. لقد تغلبت عليك مرتين، انا الافضل، اسامحك يا صغيري. تعاقب وتخاصه يا رخمه. دقيقه بشبك. قهره قهره. اسمع. Your muscles are like those of a monkey, weak man, and you are not as strong as Saad al-Sheri. تبدو مثل الحمار الذي يتعاطى المخدرات. كاتب له تعاقب وتخاصى في ذمتي. انت you're like a monkey with debts. كاتب له سعود. كاتب له سعود يا قسم بالله. اوكي انا قصات الحلقات سلك اشتراك وسبسكرايب تحت الضغط تبع لي كام تبع لي اسناب بعد صلى على النبي سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وادري اذا كان مقطع ما يضحك او اي شيء، على العموم صورته بسرعه عشان ما اكتب. صورت الحين اخر الليل عشان الصبح امنتج وانزل على طول. طفى الخرا. فصلوا على النبي سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وسيو.